شنو سالفة بالات حج علي؟ ما تعبكم ولا تدوخكم، تعالوا نشوف اليوم الملابس اللي يبيعوها بهاي الشلفان. تعالوا ما شاء الله العالم قاعد تاخذ من هاي الشلفان، هاي كل سبت بالخمسة الفجر. هذا الشليف هذا بس قماصة، كلش كلش راقي، قماصة شبابية ورجالية، هذا على 100,000. الشلفان اللي تشوفوها ذني على 30,000، ذني فقط فستان نسائي. زين، هذا القاطع هذا ب30,000، هو هذا دائما يصير عليه طلب. زين، فستان نسائي. هناك شوفني هاي البارش فيها، ها تجي قطع كلها كريمة. زين، قطع ما مقبوشة تجي بي ستر بناطير وشكل نسائي. ها سعره 75,000 شاكيت نسائي، أغلبية الأبر يطلع بي. قميص طويل مال نسائي. بس النساء رجالي والطلول رجالي نسائي. بيش هذا قلت لي؟ هذا سعره 75. هذا شفان، هاي بطاطية مال أطفال. بيش هاي؟ هاي سعرها 90,000. 90,000. هاي شلفان بطاطية. هذا بلوز بشكل رجال ونسائي سعره 30,000. بلوز بشكل على 30,000. على 30,000. زين. كابوي وكتان وقماش سعرها 30,000. 30. عد 200 قطعة، 45 كيلو وزنها. حبيبي. مكانكم كربلاء، وين بالضبط؟ كربلاء المقدسة حوالي طويريج نزلة جسر رشيدة، على يدكم اليمنى مخازن حج علي، لافتات عندنا هواية أبد ما يتيح. شو وقت تفتحون البالة بيها؟ فتحين طول الاسبوع من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 4 العصر، ويوم الجمعة فقط الساعة 5 الصبح عروضنا وتخفيضات. كربلاء. وهنا أنا بس السبت. بغداد السبت من الساعة 5. وباقي الأيام موجودين من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 6 العصر، فرع بغداد. فرع بغداد ما شاء الله. الشلفان ذني قماصة جلد. عاشتين. هذا يجي كريمة. ما ملبوس هذا يجي. نظافته فول. هذا مشكل رجالي نسائي؟ هو يطلع لي مشكل رجالي بس انا ابيعه نسائي. هذا نسائي؟ ايه بس يطلع لي رجالي كم قطعه. بيش هذا؟ هذا سعره 100,000. قطع كلش حلوه. ما في اي ضرر. فرو نسائي طبعا، قطع كلش كلش حلوة ونظيفة كلها فويد. هذا شلون تبيعه؟ هذا سعره 100,000. كم قطع بي؟ من طرفك يعني خصوم. كم قطع بي هذا؟ هذا عدى بي 30-40 قطعة. قطع غريبة بي كلش حلوة. هاي تصفية مع المولات ربي يجي كلها تشوف كلها مصفى. قطع أحلى من قطع شو؟ عاش تيدك. حتى شوية الفرق يطلع بي. هاي صفتها يجي كلها مصفى. قطع حلوة النظافة مالته يعني بيضة ويش نظافة ذلك على طقعة. شغلات كلش حلوة. أحجام قياساتهم كلش حلوة. هاي العسكرية. شوفني يعني. ما جاي انتظرها. رهيبة. عسكرية.
لسه هاي بحدها بيش تنباع؟ 30-15. طبعا هذا الفرق كلش غالي بالسوق، يعني غلطة تنباع 15-20. السلام عليكم. عليكم السلام. شوف الترتيب مال الكتاب ما تمر. هو هذا كلاو، هو كلاو حلو هذا، تعبتك. لا بالخدمه انا، بس انا مصمم حتى العالم يشوفك وفي الشغلات نظيفه وحلوه. الى اخر باعه، لا مضروبه لا مطقعه لا سحاب ما في. قال اكثر من 40 خال، خير ما احسن نقول 40، احنا نطبق هذه، ما نطبق هذا. الشريف الشفتي الافلف، اذا تاخذ قطعه واحده تلقاها مثلا هاي البالات، قطعه واحده تلقاها لو 15 لو 25. شفت ايش كم قطعه بي؟ كلها على 100,000. يعني اخو البلاش فعلا. كيف 5 صلم الأطفال، شوفني القطع في دور. هاي مشكل أو بس بناتي؟ لا مشكل. مشكل. عن هذا فيش زوبر كرينا، يعني ما مستخدمة نهائيا. تحف ذني صدق تحف. هاد كل يعني كل حاوية تجيكم هين شيلة وبس هاي يعني مثلا لا صدفة تجينا لا تجينا عم صالك ريال ما عطفال تجي فشي كلش حلو. ولادي بناتي شغلات غريبة كلش حلوة، علاقات كلش حلوة. هذا الشريف بيش؟ سنة 90,000. 90,000 يعني كوت مع أطفال. هذا ما حاجة علي؟ شيء كلش حلو. كوت فرو بناتي. أنا أشكرك حبيبي. حج علي تقاطع الشيخ عمر باب المعظم، ما بين تقاطع الشيخ عمر وقراج باب المعظم
هاي بالات حجي علي.